اليوم درسنا موارد مائية. أنا بدي أربطه بس أنا بدي أربطه بس يا ثامن بالدرس السابق عن إيش كنا ندرس الموارد الطبيعية. فيكم واحد بذكر كلمة من مقصود بالموارد الطبيعية؟ من مقصود بالموارد الطبيعية؟ تعرفنا الموارد الطبيعية، خدنا أشياء كثير عن الموارد الطبيعية. من المقصود بالموارد الطبيعية؟ الموارد الموجودة في الطبيعة بتستخدمها. يا عيني عليكي. نتذكر المرة الماضية كنا نحكي الموارد الطبيعية، الموارد الموجودة وهي أساسا بتلبي احتياجاتنا جميعا. أخذنا أمثلة على الموارد، متذكرين تعطونا أمثلة بس عشان أربط الدرس بالدرس السابق. أعطيني مثال. في شمس. شمس. مياه. تربة. هواء. اليوم من أهم الموارد اللي بدي أحكي عنها وبدي أبلش، إذا بتحكي موارد مائية بدي أبلش بالآية القرآنية وجعلنا من الماء كل شيء. هاي أنا بدي أبلش بهاي الآية لأنه استحالة لحياة الإنسان أو الكائنات الحية النبات الحيوان ما نعيش الطاقة. اليوم مصدر أساسي للحياة والبقاء. برافو عليك. تمد النباتات وسلم الحياة. يا عيني عليك. كمان المورد الرئيسي لاستمرار مورد رئيسي لاستمرار حياة الإنسان. طيب يمكن أنا أحكي ما في حياة بدون مياه، صح؟ استحالة الحياة بدون هذا المورد المائي اللي بنحكي عنه. طيب أنا بدي أنتقل بس على فكرة ثانية كلنا نحكي فيها اللي هي انه كم النسبة اللي بتشكلها مياه على سطح الكرة الأرضية؟ النسبة اللي بتشكلها مياه على سطح الكرة الأرضية؟ يعني 71%. أنتوا عارفين إنه إحنا بنحكي الكرة الأرضية بنقسمها لقسمين، يعني الشمال إيش صناعة. ممتاز. زراعة. زراعة، قطاع الزراعة. أنتوا عارفين إنه أقدم الحضارات في العالم قامت أو نشأت حول مصادر مائية؟ كده تعطيني أمثلة على حضارات قامت حول مصادر الماء؟ مثال على حضارات قامت حول بلاد الرافدين. يا عيني عليك، بلاد الرافدين. من مقصود بالرافدين؟ العراق. دجلة. دجلة. أنهار. كمان بس. شو في حضارات رمادية نشأت حول الموارد المائية؟ كثير سهل. وادي النيل. يا عيني عليك. نهر النيل. مصر القديمة، النهر النيل. كمان شو في حضارات قديمة؟ كثير في عنا